وراء جدران مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهرية ترقد حالة غير معتادة. ففي هذا المشفى الإسرائيلي تخضع للعلاج طفلة سورية عمرها 13 عاما بعد أن أصيبت بجراح بالغة إثر سقوط قذيفة على إحدى المناطق السورية. كان الوضع طبيعي، ما في شيء. رحنا أنا وأخي وأبي على السوبر ماركت، فجأة سقطت قذيفة، ما عاد حسيت أنا غير أنه هون عم طلعوني من غرفة العمليات، وما عاد حسيت أنه عشي يوم سقطت القذيفة. عمة الطفلة ترافقها منذ أسابيع وتعيش أيضا في هذا الحيز الضيق. أنا شخص اللي ألمى من البنت بإسرائيل، يعني ما بعرف، أنا ما بعرف إني وين وصلنا وقت ما يعني وصلت على حدود، قلت له وين بدي إني، هون أم البنت بإسرائيل، يعني أخذني من الطريق يعني هيك جبال وهاي توصلت الأول على أساس إن البنت منطقة عنا، مشفى إن منطقة عنا، بس طلعت إن بإسرائيل، بس هم المحبين يقولوا يعني خبرونا، لأن ما حدا بيعرف إلا أبوها البنت بإسرائيل. قضية الجرحى السوريين في المشافي الإسرائيلية بما تتضمنه من تعقيدات تحتل العناوين في الفترة الأخيرة. في هذا المشفى تحديداً تلقى حتى الآن 28 سورياً العلاج، منهم 8 موجودون هنا حتى اللحظة. غالبية الجرحى أدخلوا المستشفى بإصابة في الرأس. بشكل استثنائي اقتربنا بالكاميرا من 3 جرحى، لكننا لم نستطع الحديث إليهم لغيابهم عن الوعي. أخبرتنا إدارة المستشفى أن كافة الجرحى وصلوا إلى هنا بواسطة سيارات إسعاف تابعة للجيش الإسرائيلي، لكن لا يعرف كيف وصلت السيارات إليهم. إلى حد الآن وصلوا عنا 28 جريح سوري، وصول لهنا بيتم عن طريق جيش الدفاع الإسرائيلي. ماذا يحصل قبل وصولهم إلى المستشفى نحن لا نعلم، ومن منهم اللي بيطلع من المستشفى بيطلع كمان عن طريق الجيش، فماذا يحدث لهم بعد ما يطلعوا بعرفش، الأغلب بيروح على بيته كيف أنا فهمت يعني على سوريا. الوضع الطبي ل 28 مريض نعاتا إصابات بالرأس، إصابات صعبة أغلبهن، حالتين توفوا في غرفة الطوارئ بسبب إصابة رأس صعبة جدا. مستشفى نهرية ليس الوحيد، فعدد أكبر من الجرحى نقلوا إلى مستشفى زيف في مدينة صفد ومراكز طبية أخرى. وبما دخول الجرحى السوريين للعلاج متواصل، يرفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الأمر. من مدينة نهرية فراس خطيب، BBC.